أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك المكائن التي تبيع المشروبات الغازية ويشترى منها في أي وقت خلال 24 ساعة، فما حكم الشراء منها بعد الأذان الثاني يوم الجمعة؟ وما حكم أخذ المال عن ذلك، لا سيما وأنه لا يعرف صاحب هذه المكينة؟ يا أخي، إذا أذن للجمعة لا تأخذ شراب، امش للمسجد، امش للمسجد، وتبي تلقى بالمسجد إن شاء الله في شو اسمها برادات، وتشرب منها وتصلي. نعم.